أينما كنتم كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الأسبوع. الأسبوع المنقضي كان آخر أسبوع في 2022، وبذلك نستهل اليوم سنة جديدة بآفاق أرحب. الأسبوع المنصرم كان مناسبة للوقوف عند أبرز الأحداث التي ميزت 2022 وتثمين المكتسبات واستشراف المزيد من الانتصارات. المكتسبات التي تم تحقيقها لفائدة الوحدة الترابية للمملكة على المستويين الدبلوماسي والتنموي عززت من مكانة المغرب على الصعيد الدولي. سنة 2022 شهدت انتصارات واختراقات دبلوماسية فارقة حسمت إلى حد كبير قضية الصحراء لصالح المغرب. عن حصيلة السنة المنصرمة على المستوى الدبلوماسي نتابع مداخلة لمحمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. بالتأكيد ينبغي أن نعود إلى دينامية سياسية ودبلوماسية تعود إلى سنوات خلت، ربما أساسا منذ تبول عاهل محمد السادس لسدة الحكم بداية الري الحالية. ولكن هذا الجهد الدبلوماسي والسياسي وهذه المقاربة الملكية بدأت تعطي وكلها أساسا في السنوات الأخيرة، تحديدا منذ 2017-2018 حتى السنة الحالية، مع تغير المقاربة الأممية التي بات تنحى إلى الواقعية وإلى العقلانية، بات تعترف بالأمر الواقع على الأرض المتمثل في السيادة المغربية. هذه المقاربة تجلت أساسا خلال تقرير الأمين العام الأخير حول الملف الصادر في أكتوبر الماضي، حينما سلط الضوء على المنجز السياسي والتنموي الاقتصادي، على حالة الاستقرار والسلم التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، على المشاريع التنموية الهائلة، ذكرا بنا على الخصوص منشأة تحلية مياه في مشروع منشأة تحلية مياه في الداخلة وانعكاساته الإيجابية على المستوى التنموي الاجتماعي والفلاحي والاقتصادي ولما هنالك. الإشارة أيضا أمين العام إلى اليد الممدودة المغربية لجارة الجزائر وإلى الانفتاح المغربي وإلى الموقف المتوازن، سيما المرحب بجهود الأممية والداعم للوساطة التي يقودها المبعوث الشخصي لأمين العام ستيفان دي مستورا. طبعا التقرير نفسه سلط ايضا الضوء على الانتهاكات والخرقات التي يعكب عليها خصوم المغرب، سيما عرقله عمل البعثه، وايضا الموقف المعرقل للجهود الامميه، الموقف الجزائري الرافض للجلوس في طاوله المفاوضات. هذا التقرير انعكس جليا ايضا في قرار مجلس الامن رقم 2654 الصادر ايضا في نهايه اكتوبر الماضي. القرار عاد التاكيد على اولويه وعلى اسبقيه مبادره الحكم الذاتي، المبادرة المغربية للحكم الذاتي، على اعتبار على أنها مبادرة تحظى بالمصداقية وبالجدية، وأيضا على اعتبار على أنها الحل الوحيد مطروح على طاولة المفاوضات في ظل غياب أي تعاطي جدي من طرف خصوم المغرب. اليوم باتت أصابع الأمم المتحدة، أصابع الاتهام توجه من طرف الأمم المتحدة إلى الجهة المعرقلة وهي الجزائر طبعا وصراعاتها البوليساريو، على اعتبار تسجيل الخروقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، على اعتبار تنصل ايضا خصوم المغرب من وقف اطلاق النار، وعلى اعتبار عرقله جهود مساعي الامميه سواء تعلق الامر بقوات مراقبه وقف اطلاق النار التي اشار الامين العام الاممي الى عرقله الاف طلباتها اجراء الدوريات الخاصه بعملها الميداني في المنطقه العازله شرق الجدار. لكن ايضا القرار الاممي سلط الضوء على واقع الانساني في مخيمات تندوف وعلى النهج للمساعدات الانسانيه، حيث اعاد التاكيد على ضروره ضمان وصول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف إلى مستحقيها. مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد مقابل انكشاف المؤامرات المغرضة والتحركات المستفزة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب أمام أنظار العالم، مكتسبات تحققت بفضل نجاعة الدبلوماسية المغربية. محمد اليمني الخبير في العلاقات الدولية يكشف جانبا من الانتصارات الدولية التي حققها المغرب في ملف الصحراء. لاحظنا مجهودا جبارا من قبل الملك محمد السادس بخصوص القضية الأمة، ألا وهي قضية الصحراء المغربية، وكان يعمل جاهدا سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. هذه أيضا نقطة من النقاط المهمة. ولكن إذا تكلمنا بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها الجيد لدى أيضا قضية الصحراء المغربية، نلاحظ نقاط مهمة جدا.
لأن أيضا النزاع دائر بين المغرب وأيضا الجزائر، ولكن أقول لك بأن الحيز الكبير الذي انتهجته أو انتهجه الجانب الجزائري بخصوص ضمانهم أو يعني اعتمادهم أو تأييدهم لسوريا وإيران وهذا التمدد الإيراني وما شابه ذلك، دفع الولايات المتحدة الأمريكية في التفكير خارج الصندوق والدفع بقوة، وأيضا تأييد قضية الصحراء المغربية. وعندما لاحظنا بأن في 2007 بهذا القرار من قبل محمد أو الملك محمد بن السادس بخصوص الحكم الذاتي، نلاحظ هنا أستاذتي الكريمة تفسيرات كثيرة. هذه التفسيرات إن دلت تدل بأن أكثر من 90 دولة أستاذتي الكريمة دول الأوروبية، أكثر من 190 دولة ناهيك عن ألمانيا، هولندا، فرنسا، بروكسل، بلجيكا، دول كثيرة جدا أيدت هذا القرار. فإن دل هذا يدل أن الحكم الذاتي هو الحل الأكبر والأمثل. ولكن بما إن نحن نتكلم عن إنجازات الصحراء المغربية، يعني لابد أن ننوع على بعض الأرقام المهمة جدا في صلب الموضوع. يعني عندما نسمع أن الملك محمد السادس يعني في هذا المشروع الضخم دفع أكثر ودشن أكثر من 77 مليار درهم بخصوص القوة الاقتصادية التي تتمثل في الصحراء المغربية والتي تتمثل في هذين المدينتين الكبيرتين ألا وهما العيون والدخلة. أقول لك أستاذتي الكريمة الآن بأكثر من 40% من السفارات أو الدول يوجد قنصليات وسفارات سواء في الدخلة وأيضا العيون. إذا تكلمنا عن الدخلة بأكثر من 15 سفارة وقنصلية وأيضا العيون كذلك 12 قنصلية. هذه أيضا أرقام مهمة. أذا وتواصلت مسيرة النماء في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية خلال 2022، وما تزال مشاريع مهيكلة وأوراش تنموية تهدف إلى النهوض بالإنسان والبنيان وتحقيق العيش الكريم. الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء شهر نوفمبر الماضي ثمن النتائج الإيجابية لهذه المشاريع واستشرف أفاقا أرحب لمواصلة مسيرة النماء. نتابع قراءة في الموضوع مع الحسين جنون رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية. مضمون الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء والتي جاء فيها معطى بالغ الأهمية، ألا وهو أن المملكة المغربية عبارة عن مسيرات يقودها جلالة الملك. بمعنى آخر أن المسيرة الخضراء لم تتوقف في سنة 1975 وإنما استمرت في عهد المغفور له الراحل جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، وتواصلت تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا مفاده على أن المملكة المغربية بقيادة جلالته أن عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع الواقعية على مستوى الأقاليم الجنوبية، تنزيلاً أولاً للمقتضيات الدستورية المتمثلة في الجهوية المتقدمة، باعتبار أن هذه المشاريع إنما تنزل جهوياً ومحلياً وإقليمياً من مؤسسات دستورية منتخبة وفقاً لاستحقاقات نزيهة وشفافة العالم شهدها معنا. الجانب الثاني، ما عرفته هذه المناطق أستاذ محمد من بنيات تحتية، من مدارس، من ملاعب رياضية، من مؤسسات، من طرق، من منجزات على مستوى الطاقة البديلة، الطاقة الريحية، الاقتصاد الأزرق على مستوى مياه البحر، يعني تجارة واستخدام الفوسفات، وأن المشاريع التي استفاد منها أبناء المنطقة على مستوى الشباب، على مستوى المشاريع المديرة للدخل والتي تعطي مجموعة من فرص الشغل. هذه المشاريع يعني مجموعها تفيد على أن المملكة المغربية أولا هي متواجدة في صحراء انطلاقا من الشرعية والمشروعية،
وانطلاقا من قرارات الأمم المتحدة وانطلاقا من البيئة ميثاق الغليظ الذي يربط سكان المنطقة والمملكة وسكان المغرب مع سلاطين ومماليك المغرب ومع أهل المملكة المغربية محمد السادس حفظه الله. وبالتالي هذه رسائل ليس فقط موجهة إلى الداخل بل إلى المنتظم الدولي، باعتبار أن خصوم المملكة المغربية التي دعت غير ما مرة على أن سكان المنطقة لا تستفيد من خيرات المنطقة، بل على العكس من ذلك، أن جاء في خطاب جلالة الملك السابق على أن المملكة المغربية منذ أن استرجعت الأقاليم الصحراوية المغربية منذ 1975 وهي تستثمر بمقدار بقدر ما يدخل لخزينة المملكة المغربية درهم، أن المملكة المغربية تستثمر 7 دراهم بمقابل هذا الدخل. وبالتالي لاحظ معي كم المبالغ الخيالية والضخمة والفلكية التي استثمرها المغرب منذ 1975 إلى الآن، بالإضافة إلى الغلاف المالي ديال أكثر من 77 مليار منذ 2015 الذي وقع في حضرة جلالة الملك وكذلك التوقيع الثاني في 2016. الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتغير التاريخي في موقف إسبانيا إزاء الوحدة الترابية للمغرب وما سبقها وما تلاها أيضا من اعترافات ودعم مكثف من جهات دولية مختلفة أبرزت وجهة الموقف المغربي أمام المنتظم الدولي وكرست واقعية مقترح الحكم الذاتي. في هذه المداخلة يستعرض الكاتب والمهتم بالشأن الإسباني عبد الحميد البجوقي تأثير الانتصارات المغربية المحققة في هذا المجال لحسم القضية. أعتقد على أن الثلاثي برلين رباط مدريد أصبح يزعج نوعا ما أو يقلق، للتخفيف من المصطلح، يقلق فرنسا التي باتت ترى على نفسها على أنها تأخرت عن ركب مهم، بالإضافة إلى الموقف الثابت للإدارة الأمريكية التي نرى الآن في مشروع ميزانية الدولة الأمريكية تستمر المناورات العسكرية ومشروع الأسد الإفريقي بدون شروط مع المغرب، وهذه إشارة مهمة وقوية. كذلك أنا تقديري على أن سنة 2023 قد تكون فيها مفاجآت، لأن الخصومة القوية قد تؤدي إلى الصداقة القوية، بما في ذلك احتمالات وحاضرة الآن على أن العلاقات بين المغرب والجزائر قد تعود إلى طبيعتها وقد تتحسن، لأن السياسة مصالح وربما التحولات التي يعرفها العالم ويعرفها الإقليم وتعرفها المنطقة قد يؤدي إلى ذلك، بل من المحتمل أن يؤدي إلى ذلك. إذن نحن أمام تحولات مهمة، فرنسا لا يمكن أن تتأخر عن الركب، ألمانيا مهتمة بشكل كبير بالمغرب تعتبره بوابة إفريقيا، البند 49 من الاتفاق من البيان المشترك بين ألمانيا بين وزارة الخارجية المغربية والألمانية يشير بشكل واضح إلى ثلاثي المغرب إفريقيا ألمانيا، المغرب إفريقيا ألمانيا، ويشير إلى كلمة منصة أن المغرب هو منصة نحو إفريقيا. إذن نحن أمام احتمالات مهمة ستعرفها سنة 2023، والتطور والمغرب اتخذ سياسة ذكية متدرجة مدروسة باستراتيجية معينة، ليس صدفة، هذه الخلاصات ليست صدفة، قد استسمح ولو أنه ليس المجال أن أقتبس من مدرب المنتخب المغربي مصطلحات النية، هذه النية التي استعملتها كذلك السياسة المغربية بمفهوم الإرادة السياسية القوية. المغرب أصبح يعتمد مفهوم الندية، مفهوم الاحترام المشترك، الشفافية، كلها مصطلحات نجدها في البيانات المشتركة وفي تصريحات السياسة الخارجية المغربية بشكل خاص وكذلك في البيانات المشتركة. نحن أمام مرحلة قد تعطي مفاجآت، أنا أحتمل أنها إيجابية على هذا المستوى. هذا وأثمرت تحركات المغرب سنة 2022 مزيدا من المواقف الدولية المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل، كما كانت السنة المنقضية سنة توطيد التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة في قضية الصحراء وفي مجالات مختلفة بهدف تحقيق السلام حول العالم. عن أوجه هذا التعاون نتابع مداخلة للخبير القانوني محمد الغالي.
العلاقة بين المملكة المغربية وهيئة الأمم المتحدة في هذا الباب هي علاقات قوية وطيدة صلبة تحكمها بواعث الهم والقلق المشترك فيما يتعلق بإشاعة السلم والسلام، وأكيد بأن مشاركة المملكة المغربية في العشرات من هذه البعثات في مختلف القارات خاصة على مستوى القارة الإفريقية، حيث هذه القارة تقريبا يمكن أن أقول بحوالي 20 دولة إفريقية عرفت هذا النوع من بعثات السلام أو بعثات الأمن، والتي لعبت فيها المملكة المغربية دورا أساسيا على مستوى التركيبة والتشكيلة بالنظر إلى بواعث الثقة والإطمئنان التي تعبر عنها أطراف الصراع أو أطراف النزاع، لأنه يجب أن نعلم جيدا بأن أطراف الصراع أو النزاع عندما لا ترغب في جنسيات بعثات من البعثات فإنه لا يمكن فرض هذا بالقوة، لأنه بشكل أو بتفسير بسيط أن دور هذه الهيئة وهو المساعدة على استتباب السلم والسلام، وبالتالي فعندما يرفض طرف آخر بعثة من البعثات فهذا يعني بأنه ينظر إليها بأنها غير محايدة، ولكن في هذا الباب حظيت بعثات المملكة المغربية بكل ترحيب وبكل تقدير بالنظر إلى هذه الأدوار التي لعبتها المملكة المغربية ولا زالت تلعبها على مستوى هياكل الأمم المتحدة وكذلك حتى على مستوى هياكل المنظمات الدولية الحكومية الأخرى منها الاتحاد الإفريقي جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات والهيئات، دون أن ننسى كذلك بأن هذا الدور للبعثات المغربية كان على مستوى أوروبا عندما اندلعت مجموعة من الصراعات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ودخول أوروبا الشرقية في حالة لا استقرار، وكان للبعثات من أصل مغربي كل الاستقبال الحار وكل الترحيب بالنظر كما قلت دائما إلى السمعة التي تحتلها المملكة المغربية فيما يتعلق بكونها دولة تحترم وتنشد السلم والسلام ودولة تبحث عن الخير المشترك لمختلف الأمم والشعوب، وأكيد بأن البحث عن هذا الخير المشترك يتعزز ويتكرس من خلال التطبيق السليم لبنود ميثاق الأمم المتحدة خاصة في مادته السادسة التي تعتبر بأن هيئات أو بعثات السلام تشكل آلية من آليات إدارة وتدبير الصراعات بالطرق السلمية. وتشيد الأمم المتحدة بما يقوم به المغرب والتجريدات المغربية للقوات المسلحة الملكية المنتشرة ضمن بعثات حفظ السلام في بؤر متوترة عديدة حول العالم لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق، وتقوم التجريدات المغربية بمبادرات لدعم السكان المحليين لا سيما فيما يتعلق بتقديم الخدمة الصحية. نتابع قراءة في الموضوع لعصام العروسي أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات. لا يمكن أبدا أن نتجاهل دور المغرب في الكونغو، قوات في يعني نشر قوات المغربية إلى جانب القوات الأممية والمشاركة بفعالية لاستتباب الأمن في هذه المناطق. لا يمكن أيضا أن ننسى الدور المغربي في منطقة الساحل جنوب الصحراء وخاصة في إفريقيا الغربية أو غرب إفريقيا دول غرب إفريقيا. نعتبر حقيقة أن المنطقة لها وضعية خاصة واستثنائية على المستوى العالمي، حتى أن العديد من التقارير تشير حقيقة إلى أن هذه المنطقة أو تحول هذه المنطقة إلى مشهد حقيقي للإرهاب والعنف والتطرف. كذلك لا يمكن أن ننسى هذه الخطورة والتي دفعت المغرب بطبيعة الحال أن يقوم بأدوار استثنائية خاصة في مالي، ونحن نعلم حقيقة دور الفرنسي في المنطقة خاصة حينما نتحدث عن عسكرة هذه المناطق من قبل فرنسا، نتحدث عن مالي عن نيجر عن تشاد عن
يعني موريتانيا، العديد من الدول التي توجد فيها فرنسا، وتحاول أن تتدخل فرنسا لإدارة شؤون هذه المناطق، إما بخلق أزمات أو بتدبير بعض الأزمات أو حتى من خلال رعاية بعض الانقلابات. وبالتالي فالدور المغربي يكمن في الوقوف مع يعني ما يسمى بمركبات جديدة، عقائدية جديدة، عسكرية جديدة، وهي مركبات جيوستراتيجية تؤمن بفعالية الفعل، يعني الحفظ السلام في المنطقة والتدخل لفائدة النخب الأساسية ومحاولة إدارة هذا الصراع من خلال تدبير المسلسلات الديمقراطية. هذه القناعة أصبحت يقينية لدى المغرب، وتدخل ونجح في العديد، حتى في مالي حينما أشرف على العديد من الاجتماعات في المغرب بين الأطراف المتنازعة والمتصارعة في مالي، لولا أن هناك بعض الأجندات المتداخلة والتي بطبيعة الحال تحاول أن لا تجعل هذه المناطق تصل إلى شط النجاة أو يعني إلى حل أساسي ل يعني استتباب الأمن والسلم، وأيضا محاولة وضع هذه النخب على السكة الصحيحة. إذن عملية حفظ السلام هي مسألة مبدئية يؤمن بها المغرب من خلال العمل والتمرس. لا ننسى الجانب الأساسي الذي يقوم المغرب أيضا في مجال يعني الرعاية الصحية العسكرية، وهذا موضوع جد هام، لا يمكن أن إلا أن نتمن هذا العمل الذي يقوم به المغرب على هذا المستوى وعلى هذا الصعيد، لمحاولة يعني مساعدة المدنيين أثناء الصراعات وأثناء النزاعات في إفريقيا، وهذا أيضا من النقط التي تحسب للمغرب. وبطبيعة الحال المغرب أبرز يعني كفاءة عالية على هذا الصعيد. إذن هذه العقيدة العسكرية، أو نقول هذه العقيدة العسكرية التي يعني تتصرف وتدبر الأمور في أوقات السلم وحتى في أوقات الحرب بطريقة التدخل المحايد، ربما المغرب يكون متفردا فيها في إفريقيا، ونجح بشكل كبير. ولا يمكن إلا أن نذكر أيضا مثالا حيا، وهو الأزمة الليبية والصراع في الداخلي في ليبيا، وكيف استطاع المغرب بطبيعة الحال أن يحتضن المرجعية الأساسية التي لازالت هي المرجعية الوحيدة القادرة على حل حالة الأزمة الليبية، وهي مرجعية تسخيرات وثلاثة اتفاقية ولقاءات بين الأطراف المتنازعة في كل من طنجة وبوزنيقة. وبناء على المكاسب المحققة في هذا المجال، من المتوقع أن تشهد السنة الجديدة 2023 المزيد من التكريس الأممي لمخطط الحكم الذاتي والدعم الواضح والرسمي لدول أخرى. نتابع مداخلة في الموضوع لمصطفى طوصى، إعلامي وخبير في الشؤون الأوروبية والمغاربية. تبين خلال هذه السنة أن هذه المواقف الإيجابية المساندة للمغرب التي انتزعتها الدبلوماسية المغربية ليست وليدة يعني ظرفية عابرة، وليست مجرد نزوة أو مجرد موقف مزاجي، بالعكس هي مواقف تنتمي إلى مدرسة الواقعية السياسية. إسبانيا وألمانيا توصلوا إلى قناعة لا غبار عليها بأن مصلحتهم كدول أوروبية هي مع المغرب ومع مغربية الصحراء، ولا شك أن هذه الأجواء تؤثر بشكل واضح على المقاربة الدبلوماسية الفرنسية التي لا زالت حتى الساعة حبيسة علاقتها مع الجزائر. وقد لمسنا ذلك خلال الزيارة التي قامت بها مؤخرا وزيرة الخارجية الفرنسية كاتخين كولونا، التي قالت أن بلادها تدعم يعني الحكم الذاتي، ولكن لم تذهب بعد إلى حد الاعتراف بمغربية الصحراء وبطريقة كاملة وشاملة. والكل يتوقع انطلاقا من المؤشرات التي جاءت خلال هذه الزيارة وتأتي من الأوساط الدبلوماسية الفرنسية، أن مثل هذا الإعلان الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء ربما قد يأتي مصاحبا ومتزامنا مع زيارة الدولة التي قد يقوم بها قريبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. لذلك نحن عندما نتحدث عن إمكانية أن تغير فرنسا بطريقة جذرية مواقفها وتعترف بمغربية الصحراء، نتحدث أيضا عن التأثير الإيجابي الذي خلقته هذه الاختراقات الدبلوماسية، سواء تجاه الجار الإسباني، الجار التاريخي الإسباني، اللاعب التاريخي الإسباني في قضية الصحراء،
أو العملاق الأوروبي الألماني الذي له كلمة تسمع وله تأثير يؤخذ بعين الاعتبار في المنظومة الأوروبية. يعني كل هذا للقول بأن ما تحقق على المستوى الأوروبي حتى الساعة هو شيء إيجابي قد يؤثر إلى موقف أوروبي موحد يدعم بطريقة واضحة مغربية الصحراء ويضع نقطة نهاية لهذا النزاع المفتعل في شمال إفريقيا. سنة 2022 تفاقمت فيها أزمة المياه في المغرب جراء قلة التساقطات المطرية. إشكالية الماء أضحت مفروضة على أجندات السياسات العمومية أكثر من أي وقت مضى. الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية قدم تشخيصا وتضمن توجيهات دقيقة لتجاوز إشكالية الجفاف وندرة المياه. عن هذا الموضوع تحدث إلينا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الروماني. اللي عرفوا المغرب في هذه المرحلة ديال الملك محمد السادس من إنجازات في البنية التحتية وفي الماء وفي التوجيه المائي وفي البرامج المائية والبرامج القطاعية اللي هي أفقية في مكان الحال كتهم جميع المجالات لم يعرفوا في تاريخه. هذا بعد ما كنوا واضحين لأن كنا غير في حدود ما بين 2009 و2020 رحنا مشينا الحجم راه قالوا جلالة الملك 50 سد اللي تنجات 20 في الطريق واحد الخمسة كبار بزاف ديال الأزيلال ولا ديال بني ملال وغير ذلك، ولكن السدود يعني بحدها ما كافينش، يعني لا بد من المخططات الأخرى تدخل الخدمة لأن لا بالخصوص يعني مواجهة الإجهاد المائي ولا توفير المياه ولا التوجه لاستخدام التكنولوجيا في مجال السقي وغير ذلك ولا محطات تحلية المياه ولا المحطات المتنقلة لتحلية المياه فعلا ولا يعني إيصال زويد الدواوير اللي يكثر قريبة 2000 دوار بالماء الصالح للشرب باش تكون محمية ولا أيضا الحملات اللي خصها تمشي والإجراءات والتوجيهات اللي خصها تنزل ديال توفير الماء والاقتصاد منه وحمايته وغير ذلك. احنا كنعيشوا في أجواء ما كانتش مسبوقة من قبل لأن ثلاثة العقود ما عرفش المغرب هالتأخر الكبير إلى الآن وهذه المواجهة مع الجفاف، ولكن خصنا نآمنوا بأن مع تغيرات المناخية هذا الجفاف أصبح بنيوي. رحنا في 71 تقريبا ولا 72 من نهار اللي بدينا نأرخوا الجفاف هذا باش جوزنا 70 جفاف تقريبا. إذا خصنا نمشيو المياه الجوفية ونضمنوا ديك الإمدادات تكون مدروسة. خصنا نوصلوا بكل الطرق المتاحة الماء للساكنة باش يشربوا. خصنا نحميو السدود وتكون قوية ولكن نحميوها بإجراءات أخرى لأنه الآن الحمد لله المغرب كيفتاخر بسياسة السدود. المغرب عنده أكبر سد من وراء مصر من وراء السد العالي اللي هو سد الوحدة. المغرب عنده واحد خمسة سدود هي قربات كما كنقول الآن باش تنجز. المغرب عنده توجه ديال واحد 27 مليار متر مكعب باش تكون موجودة مثلا في السدود، ولكن إلا زاد عليهم محطة ديال التحلية احنا كنستهلكوا واحد مليار ونص تقريبا كمغاربة، ولكن محطة التحلية تخفف عليك شوية تجيب لك غير 200 مليون متر مكعب أنت وديرها غير في المدن الساحلية. الآن جزنا الحمد لله واحد 9 ولا سميتو جاية الآن مدن أخرى اللي حتى هي هذه البيضاء وأسفي وجديدة والناظور وغير ذلك. الحسيمة بدات أيضا هناك مدن اللي بدات دابا في هذه المحطات اللي تنجزوا، معنى أن المغرب يسير في الطريق الصحيح. توجيهات ملكية تتسم بالآنية والاستعجالية لتجاوز إشكالية ندرة المياه وما تفرضه من تحديات ملحة وراهنة وأخرى مستقبلية. الخطاب الملكي أكد على أهمية الموارد المائية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية التنمية واستكمال الأوراش. الأستاذ المتخصص في علم المناخ عبد المالك السلوي قدم تحليلا في الموضوع. أكيد أننا مرتاحون مطمئنون لأن الموضوع يشرف عليه جلالة الملك، وهذا في حد ذاته ضمانة لنجاح الفكرة، يعني لأمن والاستقرار الإنسان المغربي على مستوى التزود بالماء الشرب وماء السقي. أقول كذلك أن
مشروع ضمان تزود الماء الشروب والماء ماء السقي في المغرب هو مشروع ضخم جدا، مشروع في طور الإنجاز، يعني ابتدأ سنة 2018، انعقدت الاجتماعات الأولى في 2020، احنا اليوم في سلسلة في تتالي اجتماعات اللجنة التقنية المشرفة على إنجاز المشروع، ويكفي أن نقول أن الميزانية المرصودة التي انطلقت ب 15.4 مليار درهم حوالي 15 مليار اليوم أصبحت 150 مليار، يعني أن الموضوع لا يستلزم التهاون، لا يستلزم التباطؤ، ولكن الموضوع في حيويته في جديته. الإنسان يمكن يصبر شوية على الماكلة ولكن ما يمكنش يصبر على الماء. إذن الموضوع هو ملكي سياسيا، هو تدبيري على مستوى الوزارة الأولى، هو تقني على مستوى تدخل الوزارات في القطاعات المعنية مباشرة. الفلاحة كتستهلك حوالي 90% ديال الماء في إطار السقي، الصناعة حوالي 70%، الماء الشرب حوالي 3%. إذا تدبير الموارد المائية بطبيعتها هي موضوع أفقي ليست فقط قطاعي، وجلالة الملك أعطى التفاصيل، أعطى المعلومات التي يكفي أن نحولها إلى تقني. نقول فقط أن الموضوع ليس جديد كل الجدة، نعرف أن المغرب منذ الاستقلال عرف مراحل في تدبير الموارد المائية. الفرنسيون سنة 1912 وضعوا لوني لوفيس ناسيونال دو ليغيغاسيون، المكتب الوطني للري، لتدبير الموارد المائية في المغرب. سنة 2022 كانت بالفعل سنة تفعيل أنبوب الغاز نيجيريا المغرب في ضوء مذكرات التفاهم المتعددة التي تم توقيعها والاهتمام الذي حظي به المشروع الضخم سواء بإفريقيا أو بأوروبا، وقد مكنت هذه الدينامية من إحراز تقدم في مسار إنجاز هذا المشروع. نتابع توضيحات المحلل الاقتصادي محمد جدري في الموضوع. كان الكل يقول بأنه هو مشروع يعني يبقى حلما إفريقيا، أكثر من ذلك البعض قال بأن التكلفة المالية هي تكلفة باهظة، بالإضافة أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين قالوا بأن اليوم هو زمن الطاقات المتجددة، هو زمن التكنولوجيا، هو زمن، وهذا ليس زمن يعني الطاقات العادية. ولكن هذا يبين بشكل ملموس أن عاهل البلاد صاحب جلالة محمد السادس يعني لديه رؤية استراتيجية متبصرة وإرادة استباقية، لأنه يعني بعد 3 سنوات من 2016 يعني بعد الجائحة يتبين اليوم أكثر من أي وقت مضى أن اليوم كل الدول تتكلم عن الأمن الغذائي، كل الدول تتكلم عن الأمن الصحي، وكل الدول تتكلم عن السيادة الطاقية. اليوم نرى بأن هناك تحولات جيوستراتيجية على المستوى العالمي. اليوم روسيا يعني تبحث عن 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 زبناء لهما جدد، أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي، كذلك نيجيريا تبحث كذلك عن زبناء جدد لغازها لأننا نعلم طاقاتها الهائلة من إنتاج الغاز. بالإضافة أن المغرب اليوم هو بصدد تنزيل نموذجه التنموي الجديد الذي يحتاج للكثير من الطاقة، لكن هذا المشروع ما هو جدد فيه أو القيمة المضافة هو أنه مشروع رابح بالنسبة لكل الأطراف، بالنسبة للمانحين الدوليين لأنهم سوف يجيب لهم عن حاجياتهم الطاقية، وتخص بالذكر اليوم الدول الأوروبية التي تبحث عن بديل للغاز الروسي. نتكلم كذلك رابح بالنسبة لنيجيريا لأننا نعلم جيدا الطاقات الهائلة التي تنتجها يعني نيجيريا، وهي بحاجة إلى زبناء جدد، هذا أمر كذلك مهم، وكذلك رابح بالنسبة لمجموعة من الدول الأفريقية وأخص بالذكر دول غرب أفريقيا، لأن هذا الأمر سوف يجيب على تعميم للكهرباء في أكثر من يعني 16 دولة في غرب أفريقيا، بالإضافة كذلك إلى كل ما يعني أن عندنا 440 يعني مليون نسمة سوف نستجيب لحاجيتها، وبالتالي فإن هذه الدول سوف تكون لها القدرة على الإنتاجية، سوف تكون لها القدرة على جلب الاستثمارات، سوف تكون لها القدرة كذلك على إنتاج مجموعة من الثروات. بالإضافة أخيرا إلى أن المغرب كذلك هو المغرب اليوم يعني نعلم أن هناك يعني أبحاث عن إنتاج للغاز في المغرب في كل من العرائش وشمال المملكة، هذا أمر مهم جدا، ولكن المغرب هو كذلك يريد
أن يتحكم في السيادة الطاقية. لماذا؟ لأنه هو مقبل على مشاريع كبرى، مشاريع عملاقة، وبالتالي فإن هذه المشاريع تحتاج للكثير من الطاقة. أعتقد بأن هذه الرؤية المتبصرة لعائل البلاد، هذه الرؤية الاستباقية، هذه العلاقة رابح رابح بها جميع الأطراف، هي تجعل من خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي قيمة مضافة للعالم. على صعيد آخر، تحدث محمد العمراني بوخبزة محلل سياسي عن توجه جديد لميثاق الاستثمار الذي دعا إليه العاهل المغربي، من منطلق أنه يجيب عن الإشكالات الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالعدالة المجالية. ميثاق الاستثمار الحالي جاء متجاوبا بشكل كامل مع مضامين هذا الخطاب، لذلك ركز على 8 محاور أساسية يرغب أو يأمل ويطمح هذا الميثاق إلى تحقيقها. بالفعل أن العنوان العريض فيما يخص ميثاق الاستثمار هو تمكين المغرب من أن يكون ذو جاذبية على مستوى جلب الاستثمارات. ربما أن المغرب حقق شيء كثير في هذا الأمر، ولكنه للأسف الشديد أن هذه الاستثمارات لم تكن تنعكس على المواطن، بمعنى أنها لم تكن تنعكس على خلق مناصب شغل، لم تكن تساهم في خلق قيمة مضافة إلى غير ذلك. لذلك الآن هناك توجه جديد لميثاق الاستثمار من منطلق أنه يجيب على الإشكالات الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وخاصة على مستوى مسألة العدالة المجالية. معلوم أن هناك تفاوتات على مستوى المجال في المغرب فيما يخص الاستثمارات، هناك جهات ذات جاذبية كبيرة جدا وتحظى باستثمارات كبرى، في حين أن هناك جهات أخرى للأسف الشديد هناك ضعف وهناك خصاص في هذا المجال. لذلك يهدف هذا الميثاق إلى الدعم العدالة المجالية، وهي رهانات كبيرة بالنسبة للمغرب. ثم الأمر الآخر ويتعلق بنوعية الاستثمارات، بحيث أن المغرب الآن نتحدث فيه عن دولة استراتيجية، وهذه الدولة هي التي تحدد نوعية الاستثمارات أو التوجهات الكبرى لهذه الاستثمارات. نحن لا نرغب في الاستثمارات التي تركز على قطاعات معينة. المغرب الآن يراهن على قطاعات المستقبل. معلوم أن هناك قطاعات ربما ستندثر في أمد قريب، وهناك مهن لن يعود لها أي أثر. لذلك المغرب فهو الآن يحدد نوعية القطاعات التي سيراهن عليها للمستقبل، وبالتالي سيوجه الاستثمارات في هذا الاتجاه، بحيث أنها المغرب يطمح أن تكون له الريادة في قطاعات كثيرة. لربما لاحظنا كيف أنه نجح في مجال صناعة السيارات، في صناعة الطائرات، الآن له رهانات أخرى للمستقبل، فبالتالي سيوجه الاستثمارات لهذه القطاعات. دون أن ننسى أن المغرب كذلك على مستوى الاستثمار لا يركز فقط على الاستثمار العمومي الذي يشكل الآن حوالي 2/3 الاستثمارات، ويراهن على أن يساهم القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي أن يكون له الأسبقية، بحيث أن ينتقل إلى 2/3 عوض الثلث في الوضع الحالي. من أبرز ما ميز الأسبوع المنصرم، وفي موضوع آخر، في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة أكد فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب ما زال ينتظر ردا رسميا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص الطلب الذي تقدم به للترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية التي ستقل المنتخب الوطني للمشاركة في الشان بالنزول في مطار قسنطينة، وهي المدينة التي ستحتضن مباريات الفريق الوطني. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي دفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القارية ولا الدولية، البلد المنظم وفي هذه الحالة هو الجزائر تقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها توصل البلد باش تشارك في التظاهرة
احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو ان الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير ان شاء الله انه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول طائرة على الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2:45 دقيقة في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد. على صعيد آخر، كشف الأمين العام التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة النووية في تصريحات خاصة لميديا أن تي في على هامش اجتماع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي. كشف عن أدوار اللجنة في مجال احترام الدول الأفريقية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما تواكب اللجنة الدول الأفريقية في استعمالها للطاقة النووية في مجالات تطوير الزراعة والصناعة والطب والتغذية. نتابع هذا الحوار الذي أجراه مراسل ميديا أن تي في من أديس أبيبا أحمد رياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السيد أمبوت أكبورو وهو الأمين التنفيذي لمنظمة أفكون. أفكون هي منظمة معنية أو منظمة أفريقية معنية بالطاقة النووية ومغرها جنوب أفريقيا. مرحبا بكم الأمين التنفيذي لمنظمة أفكون أمبوت أكبورو. سؤالي الأول، ما هو دوركم كأفكون لمنظمة الطاقة النووية؟ The role of أفكون is twofold. إن قاعدة أفكون هي ذات شقين. الجزء الأول بشكل أساسي هو التقليل من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الإفريقية الأطراف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، للتأكد من أنها تفي بهذه الالتزامات المتعلقة بعدم انتشار ونزع السلاح. لذلك هذا هو الأساس الذي يمكن الدول من أن تكون قادرة على القيام بذلك للمشاركة في التطبيقات السلمية للطاقة النووية. This is the basis that enables countries to be able to participate in the peaceful applications of nuclear energy. The things that we really need in Africa. الأشياء التي نحتاجها في إفريقيا للمساعدة في تطوير الزراعة والصناعة والطب والتغذية وأشياء من هذا القبيل. لذلك هناك حظر انتشار ونزع السلاح من جانب واحد، وهناك استخدامات مدنية سلمية للطاقة النووية من الجانب الآخر. تعمل أفكون على تسهيل كل هذه المجالات في إفريقيا. سؤالي الأخير، ما أهمية الاستعمالات النووية للإسهام في تنمية إفريقيا خاصة في مجالات الصحة والطاقة والفلاحة؟ There are nuclear techniques, for example, when we talk about health. هناك تقلبات نووية، على سبيل المثال عندما نتحدث عن العلاج الإشعاعي الصحي لعلاج السرطان. هناك تقنيات نووية للحماية لدعم الزراعة من خلال حماية النباتات من الإصابة بالنباتات، تقنيات نووية لدراسة كيفية تدفق المياه تحت الأرض من أجل تنمية الموارد المائية، هي تقنيات نووية لدراسة كيفية تقدم المرض في جسم الإنسان باستخدام المواد المشعة. هناك تقنيات نووية في كل منطقة تقريبا تتعلق بتحسين حياة الناس وتحسين الزراعة وتحسين الصناعة.
by using radioactive ice. وأعتقد أن ما ينقصنا هو زيادة الوعي حتى يعرف عدد كافي من الناس إلى أي مدى يمكن للطاقة النووية أن تحقق التنمية لمجتمعاتنا. Improving. Thank you, Excellence. You're welcome. مغربيا، وعلى وقع مقاطعة حزبية وشعبية وإقبال ضعيف، أجريت الانتخابات التشريعية في تونس. قيادة معارضة تعتبرها دليلا على سقوط شرعية الرئيس وإخفاقا لخارطة طريق وضعها بنفسه لنفسه تأسيسا لنظام حكم الفرد الواحد. عن المشهد السياسي في تونس نتابع مداخلة للمحلل السياسي صلاح الدين جورجي. هذه النسبة المتدنية فاجأت الجميع، وكانت بمثابة الزلزال على المستوى السياسي، لأن الرئيس قيس سعيد وضع كامل ثقته من أجل أن تكون هذه الانتخابات منعرجا في تاريخ تونس كما يقول، وبالتالي وفر لها كل شروط النجاح من وجهة نظره، فلأن هذه الانتخابات سبقتها مجموعة من الخطوات. الخطوة الأساسية هي أن قام باستشارة، وهذه الاستشارة يعني جلبت أو أيدها قرابة 1,350,000 مواطن. كذلك وضع دستور على قياسه وحسب الشروط التي وضعها. كذلك أنجز قانون انتخابي جديد تقريباً بعد ما أجرى تعديلات كبيرة على القانون السابق. ثم يوم الاقتراع قام منذ الفجر الرئيس وتوجه باكرا إلى صناديق الاقتراع بعد أن فتحت المكاتب، ووجه كلمة للشعب التونسي دعا فيها إلى تصويت مكثف، رغم أن هذا مخالف للصمت الانتخابي وللقانون. رغم كل ذلك جاءت هذه النسبة المتدنية جدا، وهو ما وضع تساؤلات كبيرة حول الأسباب والدوافع التي جعلت الناخب التونسي يعني لا يذهب إلى صناديق الاقتراع، ويفضل إما البقاء في البيت أو يقوم بأشياء أخرى. وكانت بذلك الصدمة التي أحدثت رجة قوية في الحياة السياسية التونسية. إذا أردنا أن نتحدث عن الأسباب فهي متعددة. أولها على الأقل أولاً القانون الانتخابي الذي اختاره رئيس الجمهورية، قانون معقد قائم أولاً على انتخاب الأفراد وليس القائمات، وبالتالي برز الوجود أفراد مجهولو الهوية السياسية ولا يملكون القدرة على مخاطبة التونسيين، وهم حتى غير معروفين في الأحياء التي يقطنون فيها. ثم الأمر الثاني اللي هو كان مهما في هذا القانون الانتخابي، هو أن القانون جاء لكي يلغي دور الأحزاب السياسية، والأحزاب هي التي كانت تنعش العملية الانتخابية بحكم أن لها قواعد ولها أدوات في التعبير والدعاية والاستقطاب. هذه الأحزاب تم إلغاؤها بالكامل. تعاني الأسر في الدول الأوروبية من الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة، ما جعل تدفئة المنازل في هذا الشتاء هدفا صعبا. أسعار الغاز قفزت إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وسبب تداعيات ملموسة ومكلفة للغاية، مع تسابق أوروبا وأسيا لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول منتجة أخرى. نتابع تحليلا في الموضوع مع الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات. عندما يسمع المواطن الأوروبي بأن فاتورة الغاز للتدفئة سترتفع 6 أضعاف أو 8 أضعاف من السعر الذي كان يعتاد عليه في السابق أن يدفعه في السابق، فطبعا سيقوم بتقليل وتخفيض استهلاك الطاقة، ولكن هذا أيضا سيكون على حساب رفاهية وصحة المواطنين الأوروبيين. الجانب أو الاستهلاك الأكبر أيضا في مجال الطاقة هو يأتي من الصناعات. الكثير من الصناعات في دول الاتحاد الأوروبي تضررت، بعض المصانع الصغيرة لا تستطيع أن ترفع أسعار منتجاتها بما يتناسب مع
ما تدفع لأسعار كثمن لمصادر الطاقة، وأيضا على مستوى على سبيل المثال المخابز الصغيرة، بعض المهن التي تعتمد كثيرا على الغاز والكهرباء، عدد كبير منها أعلن إفلاسه وتوقف عن العمل، وبعض الصناعات الكبيرة أصبحت تفكر في الانتقال إلى الدول التي تتوفر فيها مصادر طاقة بأسعار منخفضة. يعني اكتشفنا الآن مع الحرب في أوكرانيا أنه على الرغم من أن روسيا كانت تتعرض لعقوبات اقتصادية ولحصار اقتصادي منذ عام 2014 وقبله بسبب خاصة عام 2014 عندما دخل الجيش الروسي إلى شبه جزيرة القرم، ولكن نكتشف الآن أن التبادلات التجارية وخاصة في مجال الطاقة والمواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة كانت مع روسيا بحجم كبير، وكان المستفيد الأول منها هي دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي الآن في دول الاتحاد الأوروبي يتم دفع الثمن. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حصاد الأسبوع، نلقاكم في حلقة أخرى الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة بإذن الله، إلى اللقاء.